مشاهدي انفاس تي في داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم خرجنا الشوارع ديال مدينه الدار البيضاء باش نسولوا واش عارفين واحد المثال الشعبي مغربي قح اللي هو الزواج الملاوط باش كيسالي. الا بغيتوا تعرفوا الكماله ديال المثال خليكم معنا. نعطيك واحد نص مثال شعبي قح مغربي، الزواج الملاوط كنتي سالي بالزراوط. الزراوط ما حضرتيش شي طريفه في شي عرس ناط فيها المضاربه؟ لا. اه شوفوا كان ما عمرو جا فيك شي كرسي ولا شي حاجه؟ لا لا، حنا خويا ديال الشريف تيدوز ناضي. اه الناس صحيه الناس سوس. وعاود لينا شي طريفه ولا شي حاجه وقعت لكم؟ لا والله شي عرس يعني ما العريس ما جاش، العروسه ما جات، شي حاجه ولا بوات العريس دار مع بوات العروسه؟ لا لا حاليا والله يا خويا ما كذبتش عليك، حتى داكشي داز عندنا ناضي. انت شوفوا كان حلفت لك. اصلاح ليك بكل تواضع. مازال عند بيضاوين يقدر يدوز بالمضاربه. لا لا تحياتي ليك. اليوم خرجنا الشارع وتلقينا مع واحد الاخت، بغينا نسولوك على واحد المثال شعبي قح هو الزواج الملاوط باش كيسالي. كيسالي بالزراوط. عمرك حضرتي شي عرس نيت سالا بالزراوط؟ وان بزاف. لا انا ما كنمشيش للعراس، ولكن كنسمع على ان دائما كيسالي بالزراوط. لا لا شوفي، الا ما سالاش في العرس كيسالي في الدار. اه شوفي، وكان ما عمرو جا فيك شي كرسي ولا شي طبله؟ لا انا عارفه داك الشيء كنهرب منه، كنخاف كنطلع على راسي. هي ما بغيتيش تقري؟ لا والله ما نكذب. اه قري بكل تواضع، قري. لا لا والله ما نكذب. لا لا بصح نيت ما عمري ما حضرت لي، حتى انا كنخاف من داك الشيء ديال المشاكل. ماشي كنخاف، اون بليس كنبعد. دونك ملي كيبانوا لي غيبداو الزراوات كنعلق، كنشوف في الافلام المصريه. راضيه عليك امك انت كتربيك بما تنوض مضاربه؟ اه راضيه عليها امي، الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها، راضيه عليا. وتحياتي ليك. غنعطيك واحد نص مثال شعبي وغتكملوا لي. الزواج الملاوط باش كيسالي. كيسالي بالزراوط؟ لا اياه كيسالي. ما عمرك حضرتي شي عرس نيت ملاوط وسالا بالزراوط؟ واكثرهم ايام زمان. ما جات فيك لا طبله لا كرسي لا والو؟ لا طاحت على كلي القنب ديال القيطون. طاحت القنب ديال القيطون. ضربت السينيات تلاحوا كيسان، والكيسان اللي في عوض ما يهزهم ويرجعوا السينيه جاو لي على الراس ديالي. كاين با تعطيه. تبارك الله تبارك الله. باقا عندك شي اماره في راسك؟ كاينه موجوده. او كيبان لي انا راس كامل الامارات بكل تواضع. ماشي انا كبرت في الباديه والحمد لله، كان عندنا حنايا التلقيح هو الزراوط و... اه عاود لينا على العراس ديال الباديه كيدايرين شاخدين. الباديه كانت عندها واحد النخوه. الباديه ملي كتقول العرس في الباديه معناه وقتاش كيكون العرس؟ حتى كيسالي الموسم ديال الفلاحي، موسم الحصاد. معناه ملي كيكمل الفلاح يبدا كيدير العرس في اخر الموسم ديالك ديال العرس، كيديروا المواسم. كيديروا العرس كيديروا المواسم. كيجيبوا الشيخات. معناها بلاتي نقول لك، مازال ما وصلنا الشيخات، حنا بقينا في التقويم ديال العرس. العرس كيجي كل واحد من البلد، كيجي من الدار البيضاء بن سليمان سطات بن رشيد الناس ديال الشاويه. وما حتى حاجه ما كيرتاحوا ليها، ما كيبغي لا جروبات لا والو. عباد ترموا الشيخات. ها اللي قلنا الشيخات، يعني ذوك فلوس فلاحه كيديهم الشيخات بكل تواضع. إلا ما خلاش 3000 درهم في ديك الليله راه ما خلا والو المعطي. وهذا المعطي خاصو يخلي مليون على الشيخات ويغرم 1000 درهم والصباح يصبح هو ذاك. تحيه للناس الباديه. تحيه ليك وتحيه للناس الباديه. غنعطيك واحد نص مثال شعبي قح مغربي وغتكملوا لي انت. الزواج الملاوط. كيسالي بالزراوط. اه واقيلا فيه تا واقع لك بشي عرس. كاين عرس. حضرتي شي عرس نيت فيه العصا والزراوط؟ ناضوا فيه الفراده كاع. الفراده ولينا في امريكان ما بقيناش في المغرب. والله العظيم والله الا الفراده والقرطاس. يا ربي السلامه يا ربي السلامه. عرس وسالا في الكوميساريه. دوزوا شهر العسل بكل تواضع ليه. بكل تواضع ليه. وانت مع جا فيك لا كرسي لا طبله لا والو. وحفظ الله وصافي درقنا من تحت الطبله. طولانطي مع راساتك. غنعطيك واحد نص ديال المثل المغربي شعبي قح وتكملوا لي. الزواج الملاوط تاي بالزراوط. بالزراوط. نعم. بغينا نسولك، عمرك حضرتي شي عرس فيه شي طريفه ناض فيه الصداع العروسه مع العريس ولا مع والديها مع بوات العريس ولا مع موت العروسه؟ غالبا ما يتكرر مثل المشهد في الاسر المغربيه خاصه فتره الزواج، اعتبار انه كيتم بطريقه تقليديه، ما كيتمش احترام المشاعر لا ديال الزوجه ولا الزوجه. وبالتالي من بين الطرائف ان حتى الاخر لحظه تكتشف العروس ان عندها ارتباط وكاين حضور ديال العاشق ديالها، والعكس صحيح. ما عمرو جا فيك شي كرسي ولا شي حاجه بكل تواضع؟ لا ما عمرو ما جا، لا ابدا.
ابدا. وكتفكيني الفكاكه، كيكونوا الفكاكه في العراس؟ كثيرون. عاده المغربي هو انه يتدخل رجل الاطفاء، عندما تشتعل يجب ان يتدخل لاطفاء الحريق. ولكن كاينين جوج نوعين، كاين اللي كيطفي العافيه وكاين اللي كيشعل العافيه. وكثيرون كذلك. تحياتي استاذي.